مرحبا، يعطيكم العافية. أنا مرشدة صحية من منظمة الصحة العالمية MDM. بحب أقدم لكم شوية معلومات اللي قام فيها أستاذ أرون في مركز برايت كيدز الطلاب الموجودين معنا، وبتمنى أنتم كمان تتابعوا نفس الخطوات الموجودة اللي تابعناها بالمعهد بالمركز، تتابعوها مع الطلاب عندكم بالبيت وبأي مكان عام تكونوا فيه. بدي بلش هلأ بطريقة وضع الكمامة ونزع الكمامة إذا كانت موجودة، كيف بدك تتعاملي مع الكمامة؟ أوكي؟ جاهزين؟ أوكي، كيف بدنا نشيل الكمامة؟ نشيلها من الأذن. أوكي؟ عن طريق المضغ الموجود ورا الدانية، تمام؟ يس. كثير منيح. ليش ما فينا نشيل الكمامة هيك ظهري مباشرة؟ لأنه بينتقل من الأنف للتنفس. لا، جهاز التنفسي. برافو. طيب انا بس بدي اقول لكم هلا اذا بدنا نحط الكمامه بنرجع نحطها عن طريق المضغ الموجود على الجنبين. اوكي، كثير منيح. بالبيت لازم يكون عندنا اثنين كمامتين، وحده احتياط وحده تكون معنا. كيف فينا نروح نتعامل مع الكمامه بعد ما نرجع على البيت؟ نغسلها حتى قدام الشمس أو نقوية، تمام. هلا طريقة النزع الكمامة خلصنا منها. ثاني شغلة، أنا بدي أقوم بغسل اليدين. طريقة غسل اليدين كيف بدها تكون؟ فيكم؟ أوكي ماشي، رح ساعدك بغسل اليدين. بتمنى الشخص اللي ما
مسافة متر، أوكي؟